السلام عليكم دي سير بوي بيك رياكشن جارين لكم ولاد برياكسيون جديدة من سيري كلاي المتواصلة والولاد باش تشيخوا على التيتر اللي باش رياكتيو عليه تو خاطرو أول تيتر تخدم ما بين حمزاوي وكلاي وهبط ببليك وقبل زكاتاكا هذا هو التيتر اللي هو فلسطين للأسف موش موجود عشان لا متاعو لا متاع الآخر أما هذا ما يمنعش موجود عنا رياكتيو عليه الولاد نشوفوا شنو هي الفوضى ما عنديش عليه حتى فكره الحق نتاع ربي فما تيترويات ماكم كيما قلت لكم عندي عليهم فكره نعرفهم وقتاش هبطوا كذا وكذا نتذكر منهم لقطات اما هذا بالرسم ما نعرفش عليه ما عندي عليه حتى فكره دونك ليتس جو نشوفوا شنو هي الفوضى نشوفوا شنو هي الدنيا باش نشدوا لكم الولاد فهمتني ولا في تيترويات اللي خدموهم ما بين بعضهم كلاي وحمزاوي اللي نكملوهم قدرة ربي ان شاء الله تعجبكم اللقطة والفازة سينون الولاد بين قوسين اليوم قلت لكم بشياب بيف اما خطر فما بيف باش نختاره تنوريكم علاش اخترته طويل برشا دونك باش نخدموه مقسم دونك باش نحضر خدمتي بشويه بشويه باش تجيكم ما نحبوش الزربه ماكم تعرفوا الولاد كل شيء لازم يكون بيرفكشن دونك ليتس جو كلاي بي بي جي حمزاوي فلسطين ايه يا حسرة على ايامات باش ترجع بيك للصغر عرفت ترجع بيك للبريود اللي كبرت فيها وبديت تعرف اش معناها راب وفازيت ليتس جو يا Un jour, un des gamins du quartier a raccompagné ma mère jusqu'à la maison pour lui porter les courses. Vous savez pourquoi ? Respect, Muslim Abdel Ilah. Qada w qadr, hada l maktoub manqoul alayh. El hamm jbal w el ali, omri ma nansah. Hez el zahmel. هم جبل والعالي عمري ما ننساه الولاد الولاد الكل نعرفوا حمزاوي امور كتيبه راه ما يتفضش الكل نعرفوا شيء هذا حتى وتتحل كي تجي المصايب جو بونس اديو الحمد لله عبد ضعيف كل يوم نزيد نتعلم من امتي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في قناعة والدصل عمري ما نفلم ما تهمنيش الدنيا في اخرتي ديما نخمم بس ما في وجهي والقلب حزين عايش في تونس ما مخي في فلسطين هم وجيب عايش في تونس اما مخي في فلسطين برو برشا برشا فاهمينك وحاسين بيك قسم فدعوتي دمر الظالمين المجرمين الفاسقين الطغاة الفاسدين وانصر المسلمين على بني اسرائيل ودمرهم تدمير كيما ان شاء الله يا اصحاب الفيل واجعل عزة الاسلامي نخوة في هذا الجيل فلسطين فلسطين للصبر حدود انا صادمين فلسطين فلسطين سلم من تونس انا شاهين الولاد الحاجه الوحيده اللي افتخر بها في تونس هي شنو هي اسال حتى اي واحد فلسطيني يعرضك ولا الشعب الفلسطيني بليتو الكل على بعضه يعرفوا اللي التوانسه مهما يكونوا يدي ما يبداو التوانسه ما نحملوش بعضنا توانسه في بعضنا اما مع فلسطين بالرسمي العباد تتحول حرفيا يعني تفرجت في برشا فيديوهات في برشا فازات صاحبي التوانسه مش توانسه بليتو يعني العرب بصفه عامه اما التوانسه خاصه انا هذا اللي شفته اللي مع فلسطين ما يفادلكوش الجمله سينو الاولاد على ذكر فلسطين باللي موضوع بين قوسين برسمكم الاولاد اللي عنده علم فلسطين فهمتني ولا وقريب يعني فهمتني ولا من بنزرت ولا جير بنزرت ولا فازة كان حتى بشي يبيعوها وكيخلي لي ميساج فهمتني ولا حشتي بعلم فلسطين يعني ولا كان تعرفوا منين يبيعوهم يعني يقولوا لي خاطر هبلت قاعد نلوج وما لقيتش حب نحطوا غادي الاولاد نعلقوا لكم غاديك صاحبي حاجه مش عاديه الجمله ومن قبل اللي انا شيء نشريه وما لقيتش منين فلسطين فلسطين للصبر حدود انا صادمين فلسطين فلسطين سلام من تونس انا شاهين قيتونا بالقيود وذلونا على الفيزام انا استعرف بالحدود ارض الله واسعه سمعتوا ما نستعرف بالحدود ورد ربي واسع صاحبي اخي الحدود شكون عملهم عملهمش ربي سبحانه عملوها العباد اللي تحكم في العالم فهمتني واللي باش فرقوا العرب وفرقوا الافريق وخلوها ديما اللوطه خاطر الافريق صاحبي كانت تلم ثرواتها وحدها وتسيطر على العالم مجمع التريبل نتاع فلوس لاوروب وامريكا الجنوبيه وامريكا بيدا وكلهم على بعضهم
ما يحبوش الشيء هذيك وكله تابع الماسونية وكله تابع كالفوضى هذيك الوليد اللي كنا نعرفوا الشيء كانت تسيف الوفود لأمريكا ندلوها قوة من غير نفوذ واحدة سمعت وش قالك بنزيد نحلم في جمعها كلام مسلم مانيش نهول ان شاء الله في الجهاد تلقاني في الصف الاول قوي الإيمان على رب العالم أول كتاب الفرقان جامي تحرف وتأول دول الإسلامية الكلنا أخواته واللي هود فرقونا بعدوا علينا المسافات دول الإسلامية الكلنا أخوات واللي هود فرقونا بعدوا علينا بالمسافات علاش الولاد خاطر ما يساعدهمش الحاجات هذوك ما دونك دخلت فيها حكاية سياسة باش يبعدوا الدين على جنب باش فهمتني ولا يفرقونا باش ما نقعدوش مع بعضنا خاطر كان نقعدوا مع بعضنا وباش نتلموا مرة أخرى مع بعضنا وتو تشوفوا شنو يصير سم الصهيوني يبكي كيما أم الشهيد بكاته ما تقولوش نسينا محمد الركي مات جروح المسلمين عمرها ما فات فلسطين ستتحرر واشهد يا رب العباد باز سمو يا مسلمين إلى الجهاد إلى الجهاد إلى الجهاد إلى الجهاد إلى الجهاد إلى الجهاد يعني الولاد أول تيتر بدأوا مع بعضهم بدأوا على فلسطين فاز حلوة برشا مزيانة برشا خاكيك عارفوا فيش يعملوا يعني ماش هذيك يتسمى بزنس أما فرد الوقت الحكاية خارجة يعني كيف ما نقوله بنرجي من القلب يعني ما هوش يكتب عرفت كي يكتب في كتيبة هذيك يلقى زوز رابورات تلقاهم زوز متفاهمين من غير ما يشعروا فهمت الفازة كيفاش الولاد هذين يقعد هذين صاحبي تسمعوا ترتيح قشعريرة في بدنك فلسطين فلسطين للصبر حدود انا صدمين فلسطين فلسطين سلام من تونس انا شهيين فلسطين فلسطين للصبر حدود انا صدمين فلسطين فلسطين سلام من تونس انا شهيين فلسطين فلسطين تحسوا بغلغلك من قلب خارجك اللي بالرسمي فلسطين كنلقاو نجي ورانا جايين للصبر حدود انا صادمين فلسطين فلسطين سلام من تونس انا جايين فلسطين فلسطين للصبر حدود انا صادمين فلسطين فلسطين سلام من تونس انا جايين لاي تعرفوا الولاد سينو هكا نكونوا كملنا رياكسيون كلاي بي بي جي حمزاوي فلسطين اول تيتر خدموه مع بعضهم الولاد وهبط مع بعضهم قبل زكاتاكا سينو الولاد ايش باش نقول لكم واحد من الناس ما نكذبش عليكم ان شاء الله يا ربي واحد يخلط على فلسطين تتحرر فهمتني ولا نعرف الولاد اللي هي فرد الوقت اذا حصلت فلسطين تحررت سيئة بشتوف الدنيا دوك ان شاء الله يا ربي نبداو تايبين الكلنا ربي وهدينا ربي الكلنا ونبداو فرحانين ونبداو حتى علاش ليه من العباد اللي حرت فلسطين ومن الجيش اللي تبع المهدي المنتظر واللي قتل يدي ملا فوضى ملا فوضى الولاد علاش ليه ان شاء الله ربي يهدينا حسيل وربي يعرف شو يعمل سينو الولاد هكا كنو كملنا رياكسيون كلابي بي جي حمزاوي فلسطين ان شاء الله تكون عجبتكم رياكسيون الولاد ان شاء الله تكون عجبتكم خدمتنا نتقابل ان شاء الله في اقرب وقت ممكن ما تنساوش ارائكم كومنتاريتكم دنيتكم اجوائكم سبسكرايبكم الانستغرام بيجي ماتا رياكشن 22 مينسكول مرحبا بكم الغادي كالولاد في كل بلاصة انا موجود بقدرة ربي ديما رياكسيون موجودة ما تقلقوش ما فهميش نهار باش تدخل ترفريشي فهمتني الشين متاعي باش تلقى فيديو قديم ولا فيديو ما بطش ديجا تويكا ما شاء الله شادين عنا اكثر تويكا من 3 شهور كل يوم اقل حاجة زوز تيتلويت اقل حاجة دونك الولاد هذا الكل علاش خاطركم انتم موجودين شجعتوني ما عندكمش فكرة قديش الولاد صدقوني راني كنت نبخل برشا كنت كلي نحس ما فماش نتيجة بعديك حطيتها بيني وبين مخي ما حشتيش بنتيجة جوست حشتي باش نخدم تو سامبلومون كي خدمت من غير ما نشعر لقيت النتيجة دونك زدت وشجعتوني أكثر ومازالت جاي الخدمة وبرشا سيريات وبرشا رياكسيونات الولاد وعلاش ليه نهار آخر نعملوا فازات جدد متاع جيمينج ومتاع ستريمينج راني ديما موجود ومازالت الفوضى والتطور وانتوما باش تشهدوا عليا من الاول للاخر الولاد نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن
peace and love. الولاد علم فلسطين نحبوا في الكومنتات، علم دي كل واحد يحط كومنتير علم فلسطين صح من الاخر.